مرحبا، بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان عن بيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة. أولا، قطعة أرض بما عليها من مبان بمساحة 16,420 مترا مربعا تقريبا، والكائنات بشارع الأدوي، شارع السواح، محافظة القاهرة، والمعروفة باسم أرض مصر للألبان سابقاً. ثانياً، قطعة أرض فضاء بمساحة 7,150 متراً مربعاً تقريباً، والكائنة بشارع الحرير الصناعي، كفر العلو، القاهرة، والمعروفة باسم أرض مصر حلوان للغزل والنسيج سابقاً. جلسة المزاد الخميس 25 من أغسطس لسنة 2022 الساعة 1 ظهراً. المزاد بمقر فندق سونستا، شارع الطيران، مدينة النصر. للاستعلام نتلقى اتصالاتكم على رقم 012-100-0065.